الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما هو الحد الجامع لمعنى الجبت والطاغوت؟ الحد الجامع لمعنى الجبت والطاغوت أيه؟ ها؟ كيف؟ الجبت هو الباطل من قول أو فعل أو اعتقاد، والطاغوت كل مزخرف للباطل مثل صواب بعض القرحية. طيب هدو سيدا ياهي تفسير كعمر بن حمد قرية، الجبت هو السحر، السحر طاغوت الشيطان. أي تفسير الشيء ببعض أجزائه والشيء يلغو فسراء قيبه ككوبنا مد كمدة. كان السحر هو من أجزاء الجبت والشيطان من أفراد الطاغوت. والتفسير بالمثال بارد أنت صانع لقب حيوي كديقنطر قل يريد جبتك سحر كا تصالوه، طاغوت كان الشيطان كا يا تصالوه. وايو الدرسي يستحي صدنات عوكب الأمياء دليل كا صدحات كم إذا الدليل ذا باب كا ها الدليل ذا باب كا باب ما جاء في السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحري اجتنبوا ابتعدوا كفوا قادة اتركوا ويكحل ليرطاه السبعة تضبدي كفوا قادة تضبدي الموبقات هيد مدو حلاكته أي المهلكات للعبد في الدنيا والآخرة. قالوا وحر يا رسول الله وما هن تضبدا سوامح؟ قال وحر الشرك بالله وهي إلهي الله شريك يا الله شرك معني سهرين وصوم الري والسحر وهي سحر كان هرين وصاقحن وقتل النفس نفتي دل كيدوي التي نفتا صو حرم الله إلهي وممنوعي قتلها دل كيد إلا بالحق حق اللي قد دلمو يعني حالة إسلامك وقل يا إلا دلمو يعني وأكل الربا الربا ده استعمال كيدوي استعمال الربا هلا عنا ما تسكى لبا الله استعماله أكل يروح الله عبري لأنه وغالب وجوه الانتفاع أما أغلب وجوه الانتفاع شيء قابك لو انتفاعته وغالب سبا إلا عنا. وأكل مال اليتيم أقوم كحوليسة إلا عنا أكل جنالك وحلقة كذا تعدي عليه الوحد قدبه هلا عنا هلا قشطه كذا هلا قديكته هلا قلا ما هلا بابيه هلا قبامة سكر الله بابيه والتولي كيس شدوا يو كيسته الفرار من المعركة قابتي دقال خوف جنو كعرر يوم الزحف مالين كان لبدا عيدنا يسكو سو غرغورنيان فزحف وصلهان وصعد كغابسكا رصعد كي غابسكا ان عيدن كان لبدا عيدنا يسكو سو صعدا ايا صعد كودي سدا لو صوري. وقد في المحصنات دومر كي دورسونا عيدو دوي بالزنا الغعايا الغافلات يا كو وحا لغو كو وحا لغو عايا موغن يعني برياتك اسكدا فيني سميين حتى ان لغو عايا نوغين المؤمنات المؤمنات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات المؤمنات كا
وهي حديث كان مصنف رحمه الله تعالى أورده في الكتاب من غير عزو سقط عندنا أنو تيرم كتاب كسؤال أوريه والحديث قد رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم في صحيحه وهي حديث كان الكوين لقد تصنع مقصود كبابك مقصود كبابك وها سحر كوين حارين ولي حاران مدي سواء درنتها هير كفرية شركي وقارسيسي وجد دلالة الحديث على مقصود الباب وما فيه من عد السحر ما فيه من عد السحر من الموبقات هو حديث كتير سحر كان لغو الضرور لغو تريي حيابا قفك السمعية هلاجة وما كان موبقا للعبد فهو محرم وحيا دونك هلاقانا وحرام وما بنانا دونك وحلاقي سصاب نقرا ايه المصمية فهذا دليل على ان السحر محرم شديد الحرمة تسمرك واحد دليل السحر كينو حراني حراني مدي سنو ليبا ايادك تاي وما فيه من عد السحر من الموبقات وما كان موبقا للعبد فهو محرم فالحديث الدليل على أن السحر محرم شديد الحرمة والربا نوع التحريم كيسنا وتحريم الشرك سأدي لذلك لأين تسيسي عطف السحر على الشرك ليس من عطف التغاير ليس عطفا بين متغايرين سحر كان لغو عطف لغو دبدا تي شرك صوما ما هلا بشي وكل الدون وحباء وداقين إلا اسكو عطف ومن باب عطف الخاص على العام شرك هو عام سحر يوح كلاوا شرك هو كوي مادا سحر كلاوا خاص هو نوع من أنواع الشرك النوع كم ذا نوعية الشركة والشرك يكون بالسحر ويكون بغيره فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه ومرة عدوه السحر كشركة هو استقيه حقه أن الله الشركة وصي الله عديه والآد الله موجيه تنزل الملائكة والروح وكلويه ملك جبريل والروح ملائكة وكمت وضن يدو ملائكة ودن الشركة استقيه قوني الله الشركة وصي الله موجيه تنوى سلاس وكلويه رجال القرآن سحر كشرك معها وحانته الدليل عطف السحر على الشرك والعطف يقتضي المغايرة يا القرآن نعم لماذا الشيء اللي يسكو عطفي كل ويك الدوي لكن كالدوينا نشوح نغن كراء تغاير تامة لما يستريني وكالدوين سجاء زيد وعمر ولا وقف كالدوين وحكلاو نغن كراء تغاير من وجهه إن الدين عايكو كل الدوينهم والكهيب الشركة هي السحر كا نوع تغاير وشراء تغاير كنوع عموم كي خصوصك إنه مدى عام يهي مدينة وخاص يهي الموبقات اجتنبوا معانيد وابتعدوا سينو شاقني والأمر بالابتعاد أبلغ من الأمر بالترك الموبقات نوع المهلكات التي تهلك فاعلها في الدنيا ويترتب عليها من العقوبات في الآخرة من العذاب وحيما قفك السمعيها لأجاء الدين تتشوهون عقابة كدلان يوغي آخرنا هلأجاء عذاب كدلان يوغي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق يعني التي حرم الله قتلها بغير حق للود له وما هي النفس التي حرم الله قتلها نفت ذلك دلي حرم تميواته وهي النفس المعصومة بإسلام أو ذمة أو عهد أو أمان النفس التي حرم الله قتلها واته النفس المعصومة بإسلام ونفت الجو إلى لي إسلام نمو
وإن قف كان مسلم يا إبا كينتي دي الكيسونا ربنارين أو ذمة بالقوي إلى اليو وقف عهد له ذمة له جزية لك قادة مسلمين تقوى سنوال أو عهد بالقوي إلى اليو السلح يا قف قادت كيسية مسلمين تقوى بحية أو أمان بالقوي إلى اليو أمان ما جنجلين ويسجي قوم كيسية مسلمين تقوى الدقال السيد لكن يسجى قف باسيقارة وما جنجلي عد باسيقارة وما جنجلي المعصومة بإسلام أو ذمة أو عهد أو أمان النفوس المعصومة وأفرطة نفط أن معصوم كائن ونفس الحربي نفس الكافر الحربي أكل مال يتيم أي بغير حق حق درهين الوعنا لو قتشي ذا معنى الأكل نوى التعدي فيه إلى واحد قدبه وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع قاب كمالك لقوا انتفاعك وقومه مسنبو كمدي قذف المحسنات قذف وأصلاوة الرمي البعيد وميل فوق شيء إلا قد توقته استعير للشتم والعيب الشيء إن عدل عايول عابيان والله سأمانيست فقادوا محاوية قانين قذفي كانوا حدكوا كرشوا والرمي بالزنا على سبيل التعيير الرمي بالزنا على سبيل التعيير وقفك الزنا اللي غشا يقو إذا قابك الله غشا يقنا يتقاب الغوع عبيني وعماشا كباح يدد طالعا اختارك باريتان كالسمية شيقيستا والنتيجة الشيقية قذفي نقر ميسو لأنه تعيير لمسعود الرمي بالزنا على سبيل التعيير المحصنات وحلوقة شيدا الحرائر العفيفات دمر كحرطة سلامر كان كوزينا كنورصانة ودي حمانتا الغوية قان شيقيستا الغو الشيقي قذفي نقر ميسو وكرر شو حد الغافلات البريئات وي وكوة بريدة كاو حنو قاني مؤمنات كافرات كاو ميشا لغا سهر وقبر كافرة ده دون نين كورا دوي زيني ستا اما نين كافرة ده حدو القد في كردال الرماي الدليل الرابع وعن جندب مرفوعا وحل قول صحابة قرار جندب وجندب ابن كعب بالرادة جندب الخير جندب كي كلمها هاي عانكها مرفوع عن حالوي حديثكم من نبي قالوا كريالي انو نبي قول حدو صاحري صاحر كعقاب كإشارة عدو إياش ضربة ودفشل ودفطة هالمر بالسيف سيف رواه الترمذي وقال أحد الترمذي الصحيح صحد أنه موقوف وين يا هذا الكيد جندب صحابي قال أنا وهاين هذا الكيد النبي عليه الصلاة والسلام مرك هذا الحديث ضعيف لأن في سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف شديد الضعف ولبع إسماعيل بن مسلم المكي طلع متفق على ضعف السيد الذهبي ويري تسوى علة كوبان في علة أخرى هو الضراب في الحديث وإن حديثك هو رئيس الخلاف صن فرواه مرة عن الحسن مرسلا ومرة عن الحسن عن جندب مروح كرده حديث حسن حسن البصري النبي وكورني مرة روح كرده حديث حسن كورني جندب جندبنا والنبي كورني أصوغوا الضراب وعلا أيضا بالوقف وعكلوا لقوا على حديثك ورنتا صقوا مرفوع على وريي إن خلط هاي وحديثك يا هاي موقوف سترمذي الذهبي ابن حجر يا إلهدين المهم حديثك ضعيف وجه دلالتي على مقصود الباب نوحوي أن فيه قتل الصاحب حديثك وحلوش يا قصوغان
صاحرك إلا الدليل. ولا يقتل العبد إلا بأمر محرم، أن فيه قتل الصاحر صاحرك إلا الدليل يا كجرت. ولا يقتل العبد إلا بأمر محرم، أدون أوح حران الصمين اللي مدي لكره. ولا يقتل العبد إلا بأمر محرم، فهذا الدليل على أن السحر محرم. أردان الدون كان لدلي كرين إلا وحاران أصمعيه سحر كين اللي ودي ليه وعتاس الدليل طاي سحر كين وحارانيه، أن فيه قتل ساحر ولا يقتل العبد إلا بأمر محرم، فهذا الدليل على أن السحر محرم. تاس واحد دليل طاي سحر كين وحارانيه. حد ساحر أي عقوبته المحددة في الشرع، عقابك أي شريعة أدكس. ضربة بالسيف ضربه هي ضربة، لبعض الروايات كويلة صار وكلاهما صحيح. ضربه بالسيف سيف إن لغنفته هي ضربة، هل مر إن لغنفته بالسيف، لكن ضربه مفهوم له المقصود هو قتله وإن لدله، هل ضربها دو كل انتو مقصود هو حاصل هذه الضربة كو هذا الدليل وذن الأوران ما هي حديث كو ضربة قلوا مشاجات تلبات اللي قد هاي إلا ونمان يوال قوة ضياء مقصود هو قتل إيس. الدليل الخامس، وفي صحيح البخاري بولي صحيح البخاري وحا كو قرن وعن بجالة ابن عبده، بجال ابن عبده القوري قال وحلو التابعي كتب عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب باورقت قري إلى الأمصار وأرسلها إلى الأمصار وحنودر ورقدة قبل الذي نلك إسلامك وككونا، أن اقتلوا قائلا حاله ولي هاي اقتلوا الدلاء كل ساحر، كل متعاط للسحر، كل رجل متعاط للسحر، ننكسوا وحفلة وساحرة، كل امرأة متعاطية للسحر هي قبر كسوا وحفشة. قال وحر فقتلنا وحر الدليل أنه أمر كعمر فلينينا ثلاثة سواحرة صدح دمرة وصاحرة فللوة أيام الدليل وايه. في صحيح البخاري والمصنف كسوم أركيس، وهذا الأثر ليس في صحيح البخاري بهذا اللفظ، أثر كان صحيح البخاري كميال سقوا اللفظ قال له اقتلوا كل ساحر وساحرة صحيح البخاري كما قال، ولهذا هو المو انتقادي مصنف كان. حديث صحيح البخاري وكيا لا، لكن لفظي سوى حويه انه عمر يريد فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، لبكستو محرم سواء مجوس اسقب كلك حي، ولم يكن عمر اخذ بالجزيه من المجوس، عمر مجوس تجزيه كما قاضي. انت صحيح البخاري كتر حل شاهدك وأنت متنقى أنه قرن صحيح البخاري كما طال، وليس فيه ذكر الصاحر والصاحرة. وعلى هذا فعزوه إلى صحيح البخاري غير الصحيح لعدم وجود محل الشاهد فيه. البخاري لو عزو يا الله تيري ولا صحيح البخاري بقى وكي ألا صح ما أنت مصنف كدري الشريعي وأقتلوا كل صاحر وصاحرة بخاري كما طال، إلا أن يقال إذا الشيخ الله عذر داري إلا إذا أهدمه يعني عزاه إلى البخاري لوجود أصله فيه، بخاري بوتيري حديث كان أصل كحديث كبخاري كيال، وإنت أصاكو طال بخاري روايات ككلام بخاري كبحصننا إنت وحي كدرين اقتلوا كل ساحر وصاحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة بخاري مورنا يوري أحمد في مسنده
وأبو داود في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه، هو أثر صحيح عن عمر، وأنا أثر عمر بن الخطاب كان صحيح. وجد دلالة الأثر على مقصود الباب ومحي الكوين نقط سنة مقصود كباب كوا سحر كينو حاران ياي حاران وليب الشركة، وما فيه من أمر عمر بقتل الساحر والصاحرة، ما فيه من أمر عمر بقتل الساحر والصاحرة. أوحى كتش رواء عمرين وأمرين صاحر هي صاحرة كستئن للدلو، وموافقة الصحابة له على ذلك. صحابة نارين تاني كغهر من يكون وافقين، موافقة الصحابة له على ذلك. لأن قتل المعصوم لا يكون إلا على فعل محرم، لأن قتل المعصوم لا يكون إلا على فعل محرم. قف معصوما لم أدري كرو وحارار المسلمين يعني مركع عمرين يقول هل الدلو صحابتنا أنت قوة فقير محيط دليله طاي سحرك إنه ياي حاران لدان سحرك حاران إلى مباح وسكية هاي وفك السمية إلا الدلو اللي بدلك يسلقوا الصوابية وصاحرية هاي ما يبناناتهم. الدليل السادس دليل كالإحاد، والصحة وحا كان صحيح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت إني أمرتي عدي أمرتي إن وارنتم فلينا وحوها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب شروات كلك وعد أنها أمرت إني أمرتي عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عمر بن الخطاب أدرهم وها بقتل جارية الدون دلستيد بأمرت الدون تاسو لها يدو أي لهاي الدون تاسو سحرتها سحرتي حفصي سحرتي واعترفت بالسحر سروادك كلكو عد سحر كلوي قرط وياذكتها يا بس يقول إمام أحمد رحمه الله تعالى أفكينو ساحرية يا أمين وح سحرين لو قادو إلا أن يسوي إقرار سميمو يعني صعب جدا. وحكلو يقول أنك رسول إمام الشافعي لي إلا إذا هذا صف لنا عملك بل شقد هذا نيو نوغو ورنا نوصفه وقادو إذا هذا حوان سكو قنقنطا تأتنا مقعي الشيطان بانكو أخريا أما بريان الشيطان كبريو تأمر كان يستقع إنو عدي وحاو السبيل السحرية لكن مجرد تهمه قف كين اللي سكت تهمه ولا سكت هو صاحب هذا ما يمشي. والشديد لين عاد بوقع دقيبولي إمام أحمد سأكوت الكتاب كأحكام أهل الملل روايات كخلال إمام أحمد وكورية يكوي ألان. طيب رقع سويدين لي محيو السحريسي إن الدشابي دوري سو سحر كان يكون دشا حفصة كو إلي كغسسو وطلو محيو الشيغانيس لأنها دبرتها قدال بي كحر يسوحي تيري مركان دينتو حرباطي دي مركان إني هروي حروي دابي دونيس انت يسلام في سو حفصة إني بطو إلي أدوني ماذا كبح دو حروي دا أي دونيس كوانو قراطي أرنت نوع عاصم واي هاي آثر كان رواه مالك في الموطأ بلاغا منقطعا إمام مالك بلغنا أن حفصة أمرت بقتل جارية الله سحرتها مركا يو كسو قاري عدو كسو قاري مشي الحفصية مالك السمد مركا محونو قنية مصطلح التطبيقية ده ديقاني سن منقطع صمان قنية ولكن أخرجه إمام أحمد كما في مسائل ابنه وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. في مسائل أحمد لابنه عبد الله في مصنف ابن أبي شيبة في مصنف عبد الرزاق أيكوية الأثر بصغة صحيح ولفظه
أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية الله سحرتها وقد كانت دبرتها قال بك حريصة فأمرت بها فقتلت وقال الدليل أثر كان نمحو تسيني وجه دلالة أثر على المقصود الباب ويسكعد وكيو هروك الأول فيه قتل حفصة فيه أمر حفصة بقتل جارية الساحرة ولا يقتل العبد إلا بفعل محرم فهذا دليل على أن السحر محرم شديد الحرمة وقاعدة قدبة الدليل قتل الساحر كتلمام السورة قابك لو دليل شاني واكا وإلا إراده الضونك سقو حاران الصمين لمدي الكرام الضونك معصومك مركو ليجيسو إلى شيء مر هذه السحر كيلو الدلي وحيد دليل طاي السحر سحر كيلو يهاي حاران لقف معصوم حاران صمين إلا الدلامة بنانه حفصو حارين تنو عنا كو تاغيري سي عبد الرزاق مسنف كيسا وكوريي ولا الكيد عبد الله بن عمر عرانا جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك وقرت فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها عبد الرحمن بن زيد من الخطاب أمرتي إن ودلو ودلي فأنكر ذلك عليها عثمان وخلافة عثمان عثمان بن عفان باكو قبصدي كوريا كوري الدل عثمان موحو الدين يا فلالوغي صاحرين تاين للدلو ما يا سابك الودين شيك دون قال ابن عمر ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة صحرت واعترفت عبد الله بن عمر هو الألك يدبع عثمان بن عفان وتقي كل محاد كوهي ستا أم المؤمنين الدون يدو أي الله هيدو سحرتي أو قرتي أيوم بي أمرتين للدليل عثمان هو اسكا عمس عثمان صابت وارنكا وديدي إمام أحمد بار رحمه الله تعالى عدي سأكوت الله في أحكام أهل الملل للخلال وعرف كأن عثمان أنكر ذلك واشتد فيه لأنها قتلت دونه لأنها قتلت دونه ما سحرين للدليل وديدنا وحارن كاود ديده يولي بس يعطيك وقهض لي لأنها قتلت دونه إذا أنك تلقلين بيدشي سأقول هذا أميركي حد بي أوقتي فوليسي إذا أنك تلقلين لكن حفصة إيوه عبد الله أسأل قواسي ده حد كإمامك يعد ودر صدا أيوم بأوقي كرته لكن محيد الإنشانيين عبد الله بن عمر إيوه حفصة إيوه إن سيد كأوبا نانتاي أدون كيسين حدود كؤوبه ومسألة ده سقاعدة ده قودة إتاي مستطنع مدل لغا صور ريبي وفق أدون كاليه حد كوكوه كرسة النبي قولي كما في الصحيحين إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها حد الزنا باب كوغي يا صرا كحدودي كلا والله بد تاسح شيء سريع الدليل الصابع وكذلك الصاص وكلاء صح وانصحي قتل الساحر ساحر كإلا الدلاء عن جندب مكان صحي جندب الخير أثر كان جندب رواه البخاري في تاريخه بخاري بتاريخه سكوري دار القطني في سننه الطبراني في المعجم الكبير البياقي في السنن الكبرى والسند صحيح سند كسر صحيح لفظ كسر وحوها أن صاحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة وليد بن عقبة أميرة أيها أرتي سني صاحر كعياري كان يأخذ الصيف ويذبح نفسه ويعمل كذا ولا يضره سيفته انتو قاطه كان صاحر كاي يقورته يسكتشري يجيب يدالك يقول يقورته كان صوحة دليل يسكسو علم سوى يسكي يقص ليونول فقام الجندب إلى الصيف صحابي قال جندب لروا سيفتي سوى قاطي فأخذ فضرب عنقه سر رسمي يتير خيال باهيدة أي قورتي وقتشري ثم قرأ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون
رواية غير كذا حكتمي فليحي نفسه إن كان صادقا هدروني ذي شيء إما كان صدق بقرط وقشر هي والله هاي اسمه ليه وأكيد إن كلها وين سدلي يا قرط إن سكشر هي أيوة حتى نوار اسمه ولاين هي الحقوا يسكنوا ولاين كنا تيار خيال بيت تنوار نبتي حقيقة دي بتكتئ ودري وياي حول قال أحمد صمها يا قال أحمد إمام أحمد حولي عن ثلاثة أي ثبت قتل ساحري ساحر كإلا الدلواس سقنا هذا عن ثلاثة صدح وكسقنا هذا صدح حاسو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كم يضغ ويعني بثلاثة يولد شيدا صدح حال كان نكوارق نيون عمر حفصة يجندب هذا القول إمام أحمد رحمه الله تعالى وكسو قيهي ومروي عن إمام أحمد في أحكام أهل الملل الخلال في كتاب أحكام أهل الملل الخلال أيوكو يا له مرجعات أول ابن كثير والتفسير كيسو كسو ورية إيو كتاب روايات كإمام أحمد لقو ورية لقو ورية لده المسائل والرسائل المروية عن إمام أحمد في العقيدة أيان كوار كتير لكن حالة ما كان سيبار باري وحنكه الكتاب كان أحكام أهل الملل أولي خلال رغم يكون يصدح بقولي يا الله بيا كنتم وهي أثار طارد أمريكا واحد تسي ساحر كين للدلية علماء دو دلك ساحر كو يسكو خلافين سيسكو خلافين كفر جيس لكن واحد مشاقني الإمام المصنف رحمه الله تعالى سحر كانوا كهضليا يوحو السحر ويقانا بقى السحر كحقيقي مجاز كان هين إنه يهيد السحر عن طريق الشياطين سحر كشياطين تلو أديك سب سحر كنوع عاسن وكفري يقفك السحر كنوع عاس السمعينة يوقف قالوا برك الدوبي مركا يقتل ولا الدليا توبض ما لو ورصنا يا هل يستطاب سكفر جي كلبا ومحل الخلاف إمامك إيو أي مبضى لوحي قبان إن أن توبد لو الدين هين لأن الصحابة لم يستطيبوا هؤلاء الصحابة وحتوبد يقو ويدين بي أي قورة كتشرين الصحابة رضوان الله عليه الشافعي ذو كلوحي ليين تفصيل كون بي قليني أن يقو أيو وحيابو مقع السحر مجاسان وقادة كريسو قليين وده قف كي دووين كي وحيابا نوع عصر استعمالي إمي كلا عصر وحا صوب بحي وحلو يقانو الخدع السحرية قف كي لا شيدان بو هذيك سنة ولا دوويني وحبو استعمالي حو صمين ياهم إن السرعات بوضد كو صمين يسوق السهر تاقب وحكرني قي اتصالهان إنو حرقو كلا عناها وسكك حرقو ودنا السيق قاب أنا لقرن ويسقف رأيو وحينو صالحان ما دحيس كتش رأيو حبو حرامية سي قارة وحرامية ضدك وكو خيامية وحاسو كالدي السحر كان علومة كان ليارة كفر قام معه دي لدون اللغة السحر بها الله ينادي وعند الصبيل يسال الدلية معه كان قتل مرقى الصحابة تلمامين صحير كان للدلية علومة مرقى كان ليارة وحي وجه دام ده السحر والسحر المعهود في الشرع وح الشرع والسحر يقال وهو ما كان عن طريق الشياطين وانا كحق الشياطين تمركا كيما ده شياطين تلوكال مستوي نعم شافعين لفتود وحي لي انسان نووي وكلو تلمامه حدو السحر كي عيد كدلو مركا ولا دليه دي قصاصا با لو دليه وسيل غوغان كاراتا إنه خوف كان أنتوا سحر السحر وكد لي وهذا يسقى وراءه هبل كان دينتي سو ماركتان ها أنا قا سحري ولي بس سحر كي قال أنت بدل لقى مكعوب والله دينتا فكيسقى قرتي دين ود لي والله قصاص يا بلي لكن هذا يراءه هبل كان دينتي ها أنا سحري لكن يو سحر كي هو مرنا وحمود دلا مرنا والله سيقى أيوة مدلو مر كلا ما قصاصي هذا الأصل هو براءة ذمتي من القصاص
مشكوك فيها أنا ويا فعل كانوا سمين وقساس واجبيني واليقين لا يزول بالشك لكن ما قوم بالغوية لنا أفكاس دي الغوية لنا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل مسائل بقى كتير تبري باب كان الأولى مسألة كوبات وتفسير آية البقرة آية سورة البقرة كتير تفسير كذا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الثاني تفسير آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت. الثالث تفسير الجبت والطاغوت جبت يا طاغوت ك فسريستو والفرق بينهما يا واحد يكون كل الدوين وشاقي إناري مترادفان يا عين أي كل الدوين لو معنى إني كل شيء جيان يعني. عمر محوك فسر جبت جا الصحر طاغوت كان الشيطان أنا التفسير بالمثال بينه لو أنت وقع عمسين لبضبع والجبت وين نجي نري وكل باطل من قول أو فعل أو اعتقاد السحر نوى كل مزخرف أو داع إلى الباطل من قصة باطل كقرحية ما ضد كويرة من شيطان وساحر وكاهن ومنجم وداعية إلى باطل ساحر بدعتك بدعت كويرة وطاغوت وعالم سوء وأمير ظالم جائر حاكم بغير ما أنزل الله حصل ما طواغيته. الرابعة أن طاغوت طاغوت قد يكون أنكر من الجن جن كمد كمدة قد يكون وحو أنكر من الإنس إنس كمد كمدة وطاحقو ككيني وككيني دي جابر بن عبد الله طاغوت كي إنسي بو كفصيري والكاهن بولي صح عمر رمح كفصيري الشيطان وأنا واضح تاس شيطانكو باطل ضدك أيوه يرى وطاغوت حق على جايبه كاهن كي صاحر كي كواسنا باطل بيدك وقر حياله ويرى كيقول وطاغيت كتفسيرك عمر هي تفسيرك جابر بك الدون ومن طاغوت كي إنس وكفر منا وكفر جن. الخامسة معرفة السبع تضبدي قرشدو ده تضبدي الموبقات أيوة حلاقي فاعلك ده لاقي المخصوصة تلو قاري لي بالنهي في هذا الحديث ده حديث كده حديث موبقاتك انت وكبدين كبائر طبعا حلاقتها لكن حديث كانوا بتضبط على وش هي. السادسة أن الساحر ساحرك يكفر ساحر كان وكذا الساحر الذي يعقد وينفث ويستعين بالشياطين كاس وكذا وحقيقة كاسوم بالسحر وآه أما مدوين استعمالي خدع عند الصرعات يوحى كايسقى ليس ساحرا في معهود الشرعي شرعه سده ساحر يقان مركا لأيقو ساحر ماها ونصوص تنسى كد بق بميسو ساحر كتكفيرين إسا قالي سينسى دل كيسر الشيء إسا السابعة يقتلوا لديلها الساحر ولا يستطاب توبدنا لو يدين مايو إن أن توبد له ويدين عين ومذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد اختار ذلك شيخ ابن باس وابن عثيمين والفوزان والدليل على ذلك فعل الصحابة حان أرنت أود للشباب فعل الصحابة لأن الصحابة قتلوا الصحارة من غير استتابة كوا سحر ولياشا ويدلين يقون واحتوبض ورسل وهم ويدين وهم حسابته أنه شر عظيم شر أدوين ويسعر وشر من الكفر. قال لماذا أصل لقى قف كانوا دين تبا سوقين قف كانوا ساحر مغضابا كدرا تكال لأنه قد يخفي السحر هو يتوب حديك رتيل السحر كواحد نوم مغضا دوشي سكا مغضا ما هي إنه نرادا وانطوبتك يعني سحر كيسينا وعيستو اللي هو علم وبرتي وقلبي يسكا وما صح ما هي اعتقاد كينا دي قول كيسو وحويان ما تصيني وحلقيا وإن قول كيسو اعتقاد كيسو خلافان علماء قالوا حلا يستطاب وصا كفر يا كلام حوكا قدوين تضا كلام رمكا لكو قالوا وصا طوبد لما ودي أنا ماذا بالشافعي وصا النووي ودارتي
وحكلو دليشدين ولأنه صح قبول توبة سحرة فرعون كويس فرعون وحوفة لكيري وسحر كيري سوبي توبة كيري توبة دودي ولا قابل كاد يكون كلم حيك قدوين وحكلو دليشدين ولأن النبي لم يقتل لبيدي بن الأعصم النبي عليه الصلاة والسلام مو دليل لبيدي بن الأعصم كسحري يهودي جاه. قطار إليهن سحرة فرعون توبدي ولا قبلة وشرع من قبلنا ولا إرتاس. لبيد بن الأعصم النبي إنا ندلنا وعيدادين نبي خاف من ذلك فتنة. إن أردت فتنة يكاد على طاء أنصارتي أي يهودا حلفاء هانشرين إيه صحابة دي كلين سقف صدان. أي رسولك عليه الصلاة والسلام وكبقى. سيدا منافقين تبايس وقار كون نفاق كوب النبي قوان ودلي تشيرين فتنو كبق إياه وقيد ويري لولا أن الناس يتحدثون بأن محمدا يقتل أصحابه ولا قتلته نعم قال كعدنا الله قبق قياس قادن كرو وأيو لأن الصاحر أكثر فسادا من الكافر الذي ليس بصاحب الثامنة وجود هذا كان كريستيس كسحر كان في المسلمين وكان احتر على عهد عمر وقت جاء عمر يا بقار وح سحرها تشوفي صلاة وقال اقتلوا كل ساحر وصاحرة فكيف بعده ده بدي محاضر ملايين أنا ده وكسي درس عارنتو مر ولا وقت جي سلف كل جسي فقعدوا تهل يقولوا وصيب بدن يا غالب كا حق الدين تينا والقصة الدركة إياه باب بيان الشيء من أنواع السحر وحب باب يهي عدين لعدين إياه وحكم إذا نعيد السحر وحي نوت المهمة السحر كونه نوعي لي وكان نعيد السحر إياه لعدين إياه وكان ألكن إنتان الباب كونه دقيل الواهر مدبن كوبر على كريه أرنتو كواد واحد تاعي السحر المعهود في الشرع وكان صوت تعريفنا سحر كالشريعة والسحر والتقان وجعلت له أحكام خاصة أحكام قارنة ويا شيء ومن تكفير وقتل إلا الدلو إنه قالوا بيو وكان صوت تعريفنا ويا لكن واحد شراء وحيابك لو كان هين حقيقة دي سنة الله هين احكامتي سنة الله هين وهذا ما مقع السحر الغشة جاي في بعض النصوص نصوص تقار كيت نحديد مقع السحر نسي مركا وسحر لغوية بقى لغة شراء ومحاو حيابا عن حقيقة دي السحر كأي نصوص شاقني يا أحكام تيسي من نبع الله هاي حسحر لو شيء سايب تاو قرنه وعرنت الله بعدنا دكوبر عروتشنا يه سحر كم حسحر لويل سحر كم معهود كين صوت عارفيني إلا قفك على جالسي إلا الدليا يكده لنسي لماذا سمي بهذا الاسم حسبته لويل محمد علوسي لخفائي وحقرصون ما كلا صمينا سقرصون بالو صمية وتأثيره كذلك خفي قف كنا الراد بكويا لنا يا الراد كيسير والراد قرصو وحكي ردي على قرارين مركا وحيابا عن حقيقة السحر كي حكم كيسي منا بقى الله هين ايا مقع السحر الغشة يا وايا السحر كي وحلو داقان ومحلو داقان ان سيدا السحر كو تأثير كيسي وقرصوي هاي كو ان تأثير كودي الراد كودي وقرصوي أما السحر كأي وجهرتو ساحركو إنه علم الغيب كشيعان أيوة يجعل إنه وجهرتو عدة صميسين الشيعان يان العلم بالغيب هو كلام مقصود كبابك مقصود الباب وبيان أشياء بيان أشياء وإن العضي الشيال يشملها اسم السحر لغة
يشملها اسم السحر لغة، بيان أشياء يشملها اسم السحر لغة، وإن لعديه شيال مقع سحر وكوب صنيه يعني سوس قلي لغو شيء كرم لغة حق اللقاهان، ما إن سحر كي معهود كأيهين لكن لقاهان. ومنها وحكم إذا أشياء ما ليس من السحر، من السحر المعهود، ما ليس من السحر المعهود، ومنها ما ليس من السحر المعهود. وحكم إذا سحر كلا يقاني حقيقة يا أحكام طب الله وحن كم يضعين ده أفتهني مدي ما قفكم مركو أفتهن إيه ما وحبوا طفى يا شيء دي مكالمة سنة يا أيه يقالوا بيا أفتهني ماذا لو قالوا بيا في مشارني ماذا بل الدلة يا في مشارك في مشار في مشار في مشار ما تقارت صور دي كميت بركا. ومنها ما ليس من السحر، السحر المعهود في الشرع أشياء ما قع السحر قاطع وحكم إذا كوان كم إذا هين سحر كي شريعة الويغاني حقيقة هي حكم كجار كلها. ومنها ما هو من السحر المعهود في الشرع أشياء ما قع السحر قاطع وحكم له كم إذا كوا كم إذا السحر كي شرعية الويغاني. نعم باب كريه باب كوره من الصلاة كنا حسوا محي من الصلاة كنا حسوا حوي باب كروح عضينا يا أن هناك أشياء يطلق عليها اسم السحر ولا تكون شركا. هذا باب كاروك قابستوا عن عكرتا ملك استوب مجا على السحر كوارك ترى ترها وطيلة نورش على السحر كويل كفري هاي وشرك وياي وساحر كلا ديله ورنك قبته ديله ورجع باب كريم حوك عضينا يا أن هناك أشياء يطلق على اسم السحر إن ترى حيا مقع السحر له مقع السحر له شيء كرم وليس له حكم السحر، حكم السحر كان على العين. أشى كترتا السحر باو ما جاء في السحر والعهدياء والسحر المعهود في الشرع سحر كي شرعي قلو يقاني شرعي قمركو سحر شاقو يعني إساقو مقعاسو كدعي وأكاد عن طريق الشياطين. أشى كترتا باو بيان أنواع أنواع من السحرنا أشري ما عهدية للجنس والجنسيوي ساسي وكل الدوين شن دليل بابا كل شيء مصنفكو رحمه الله تعالى دلا والحر قال أحمد والحر حدثنا محمد بن جعفر وغندر شيخ البخاري نوي قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بفتح القاف والطاء ابن قميص عن أبيه أنه سمع أنه مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يري إن العيافة فالين طلق فالية شمبرها والطرق فالين طلق فالية قرور يحريق عيد الحريق والطيارة إيو باسيسيغا أما أساعي باسيسيغا يا ساعيديسيغا تفاؤل والتشاؤم لو بدو الطيارة ولا لا باب كده اللي قلت تجدونه والطيارة باسيسيغا يا ساعيديسيغا باسيسيغا حوية مركز شيء أركته إنه باس إنه لبسطوه تلاهدو بلاي عند مصعوته أساعيديسيغا ما شيء مركز أركته إنه تكفر أحدا تلاهدو دعوة إنه صور بحدي إنه صفرة ويقولي سريه حوالا سيفي عملي إنه قيب سريه مركا تطيرك تفاؤل يتشابه لو دوي كجران. طيب من الجبت اي من السحر بكمديهين الرماس ودم عيافه ان العيافه فالنت لغا فاليو شمبره جهاد الدولانيو ميدبدود ايو عدكود ايو نوعيدود ايو والطرقه
iyo faalinta laga faaliyo xariiqa dhulka la xariiqo oo soo sameynaya xariiqyo aan tirsanayn buu xariiqayaa tan u tuuraya mid mid buu masaxaya masax masaxaya 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 hadday laba soo hadhaan oo guul xabad baa soo hadhay ilaahay noo saado faalka noocaas طيب والطيارة يو طيارة طيارة دي عيافة وعومي خصوص ما كان حي عيافة وحلا باصي سريا أما لقى ساعدي سريا شبرها يكون قارتا يو طيارة دونا عم وكا عم سنطاي من الجبت بكمديين جبتك طيب حديثك ضعيف سند كيسة واحد كتير حيان ابن العلاء حيان ابن العلاء وانا مجهول وقد تفرد بالروايتي وريد سنة ولا قرر لكن شواهد بولي قد يد الطيارة ده كصاف صبع سيسة وعيافض رأي كم التهي ده واحد عمر خاتف رأي حديثة باو ما جاء في الطيارة انه وقوئي من دون ان شاء الله تعالى أرين ده كصاف صن فالين تلقى فالية طرق عيدا لحريقة اما قروح على الصيرين ايانا وحديدي حديث معاذ بن حكم السلمي المسلم وري مركا معنا عندي حديث كو صحيح سدو نوتو سينيا حينوتو سينيا مقصود كباب كان الحديث ذكر ثلاثة أشياء حديثكم حوشة صدح شيء وهي العياف والطرق والطيرة ووصفها بأنها من الجبت حكسفي إلى كم تهاي جبت والجبت هو السحر كما قال عمر رضي الله عنه جبت السحر كو جبت أيو كم ديها فهذه الثلاثة من السحر القائم على الشرك بالله وعي كم تهاي الشرك سحر كا شرك يكوتها جانك وقطمة أي كم المنافي للتوحيد التوحيد كانوا حويان أي سكور يمن أيام لماذا سميت سحرا حسحر وقوم قعابي ليس لا تأثير حسي راد للطابن كراي لا ده مثلته وإنما لا تأثير خفي لكن محل هذا تأثير خفي وقف كي بشمبر بارك حق أودو شيء صورة يا وخير حق أسي أودو شيء وشر قلبي يصير راد كويا لسا مر بقي كوابو لسا مر فرحت حقيقنا ما وحي رجع السحر كحق أسيس كشبان تأثير خفيا لأن لا تأثيرا خفيا في النفوس وهذه علامة السحر المعهود سحر كمعهود كا في شرع الغوية قان على مد يسيوي ما كان صدح ذري سحر كي معهود كا أي لحكميين الطرق والضرب بالحصى قل روحين الله نلقى الغنفط والخط في الرمل معيدي لحرحريقه لمعرفة المغيبات سيلو قرطو حيابها غيبك مالك وين لقف فالية ونقروح للسيدية دي ترى الله تيرين ايه انت صوهر داي اما حريقين نولك الوسم ايه اللي قف فالية وي سيبن الاثير ولا الطرق الضرب بالحصى الذي يفعله النساء وقيل هو الخط في الرمل لبضوا واسكمت العيافة روين شاقناي معنى يدوني هاي زجر الطير شمريبا للددينية والكعينية والتفاؤل أو التطير بأسمائها وأصواتها وألوانها وجهات طيرها تروح حلقاء سعيدي سريا ملا باصي سريا مقعدي دي عدكي دي مدبكي دي جهادة يودور شيء وحيابان نعاس ونوع التطير كميدة التطير كروي نوعي من دونا إن شاء الله باب كيسة يلوتك دورنا وحوية نونين تطيركو التفاؤل أو التشاؤم بالشيء الشيء إن لقاء ساعديستو ومالك الله مقلع مالا أركا ملو أقادو خيرون إيماني الآمنو أو التشاؤم مالا باسايستو ومالك الله أركا مالا مقلع ملو أقادو لآمنين الشر ده بصعد كاسة تطور الإرادة والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا